بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، طلبة قسم الرياضيات بجامعة الأقصى، نلتقي بكم في المحاضرة الأولى من شابتر 8 External Direct Products، الضرب المباشر الخارجي. نبدأ بالتعريف التالي: Let J and H be two groups. The external direct product of J and H defined by J external direct product مع H هو جميع العناصر هي على هيئة ordered pairs J و H، حيث J in J و H من H، يعني كأنه أزواج مرتبة، كأنه بعمل حاصل ضرب مجموعتين وجميع الأزواج المرتبة المشكلة من المجموعتين، لكن هنا J و H two groups أزواج مرتبة. نعم، الأوبريشن هي عبارة الأوبريشن على الإكسترنال دايركت برودكت حاصل الضرب الخارجي عبارة عن component wise، يعني بالتناظر، يعني مثلا لو ضربنا عنصرين من J external مع H هكذا، يعني العنصر الأول J1 H1 والعنصر الثاني J2 H2، حيكون الضرب J1 مع J2 طبقا للعملية على الجروب J، أما H1 في H2 حاصل يكون اللي هو الاوبريشن طبقا للاوبريشن على الجروب H. فمثلا لو كانت الجروب J الاوبريشن عليها عبارة عن ضرب فبتكون ضرب H، لو كانت الاوبريشن عبارة عن جمع جمع او composition of functions او ما شابه ذلك. ممكن ان نعمم هذا الامر لفاينايت كل فاينايت نمبر أو finite collection groups من J1 ل JN groups، فبكون external direct product إلهم هو جميع العناصر على هيئة N tuples J1 J2 ل JN، حيث JI موجودة في JI capital، وأيضا operation عبارة عن component wise طبقا للعمليات على أي group JI. نبدأ بالمثال الأول، وهو أنه بدنا نبرهن الإكسترنال عبارة عن جروب إذا كانت J و H are groups. كما عرفنا اللي هو في الباينري، لو ناخد عنصرين على هو التعريف component wise J1 H1 J2 H2 في الإكسترنال موجودين، نعم، فحيكون حاصل الضرب أو تأثير العملية component wise J1 J2 H1 H2 فعلا حيكون موجود، لأنه J1 J2 حيكون موجود في J و H1 H2 موجود في H، إذا جميع العناصر حاصل ضرب حيكون فعلا موجود في الإكسترنال، يعني الأوبريشن بتكون عبارة عن باينري. أما في الأسوشيتيف فعلا، يعني بدنا نبرهن شرط الاسوشيال لثلاث عناصر، يعني بهذا الشكل بنبرهن انه نضرب اول عنصرين مع بعض ثم العنصر الثالث نتوصل، يعني الامر واضح في هذه يعني الاجراءات، يعني كيف احنا بنعمل واحنا بنطبق هنا ونستخدم انه J و H are two groups، اذا فبتكون العملية على J associative وكذلك العملية على H associative، اذا حينتج انه من خلال يعني الفقرة الثانية انه العملية component wise is associative، يعني تحقق قانون التجميع. نكمل الـ identity في الـ external، يعني بناخد الـ identity كـ order pair، الـ identity I من J و I شرطة من H، فعلا هذا الكلام بحقق انه هو هذا الـ identity، وهو واضح في هذا في هذه الفقرة، لو ضربنا يعني الـ identity كـ ordered pair مع أي عنصر
حنصل فعلا انه بيعطي يعني بتأثير العملية يعني الايدنتيتي بهذا الشكل مع ينصب يعطينا جي اتش من اليمين ومن اليسار، امر واضح. اما الانفرس لجي و اتش حيكون يعني يكتب على صورة جي انفرس اتش انفرس، فعلا حيحقق هو شرط الانفرس والامر واضح، وبيعطي هنا يعني اي عنصر بالانفرس له حيعطي الايدنتيتي هو على هيئة اي واي شرط. ايضا هذا الامر يعني من اليمين واليسار، بكون هيك تحققت الاربع شروط، فبكون الاكسترنال عبارة عن جروب لتو جروبز جي جي و اتش. ريمارك، اذا كانت جي و اتش ار فاينايت جروبز، يعني هذا عناصرها مثلا ان وهذه ام، حيكون عدد عناصر يعني الاوردر للاكسترنال هو حاصل ضرب التو اوردرز للتو جروبز، يعني الاوردر لجي في الاوردر لاتش. فلو كان مثلا عدد عناصر جي ام وعدد عناصر اتش ان، فبكون عدد عناصر او الاوردر للاكسترنال بيساوي ام في ان. اما في حاله الانفينيت مختلف هذا الامر، فبتكون الجروب انفينيت لاي فاينايت كولكشن اوف جروبس. نبدا بالمثال التالي، وفعلا هذه انفينيتي جروب. اذا كانت جي عباره عن ار على الجمع، فبكون الاكسترنال دايركت برودكت كان بعمل ار اكسترنال مع ار، وهي جميع الازواج المرتبه اكس وواي، حيث اكس وواي ان ار هي عباره عن ار تربيع، وايضا العمليه بتكون كومبوننت وايز اديشن، يعني عمليه جمع لاي عناصر كاوردر بيرز. وايضا ل 3 جروبس من R بنفس الفكرة، حيكون عناصرها عبارة عن order triple x y z، حيث x y z من R هي R cube، وأيضا finite number of هو collection of j، لو كان عدد اللي هو groups n، فحيعطينا الاكسترنال عبارة عن R n. نعم، ومنذكر العملية عبارة عن component twice addition، لأنه العملية على R هي الجمع العادي. طيب خلينا نأخذ مثال آخر، مثال ثلاثة. find U8 external مع U10، ثم أوجد البرودكت. كيف نتعرف على البرودكت؟ نشتغل، وكذلك نوجد الانفرس والاوردر لتو الاليمنتس. طيب هنا الجروب يو 8 بها كم عنصر؟ اربع عناصر، اللي هم العناصر 1 3 5 7، ويو 10 عناصرها 1 3 7 8، اربع عناصر اربع عناصر. فبكون عندنا يو 8 اكسترنال مع يو 10 بها 16 عنصر، وهي مسروده كالتالي. نعمل عملية نعمل ضرب لمجموعتين، ناخد واحد ونشبكه مع او نعمل كونكشن له مع جميع عناصر المجموعة الثانية اللي هي يو 10، ثم بعد ذلك ثلاثة مع جميع العناصر مع يو 10، وكذلك خمسة وسبعة. بكون هيك استنفذنا، وبكون احنا صردنا اللي هما 16 عنصر في الاكسترنال دايركت برودكت ليو 8 اكسترنال مع يو 10. طب نكمل كيف نوجد البرودكت في الشريحة التالية. البرودكت 3 7 في 7 9، حنضرب 3 في 7 يعني اول عنصر من هان واول عنصر مود 8 طبقا للعملية في يو 8، وكذلك 7 في 9 العنصر الثاني مع الثاني ضرب أيضا مد 10. طيب 3 في 7 21، مد 8 بيعطينا 5، و7 في 9 63، مد 10 3، فمناتج اللي هو الضرب حيكون 5 و3، وهو عنصر موجود في الاكسترنال. طيب كيف نوجد الانفرس؟
للعنصر اللي هو 5 7، يعني كأنه بوج الانفرس للخمسة في يو 8 والانفرس لسبعة في يو 10. طب ما هو الانفرس للخمسة؟ هو حيكون نفسه، لأنه 5 في 5 يساوي 25، مود 8 بيساوي 1 بيعطينا 1. وكذلك الانفرس لسبعة هو 3، لأنه 7 في 3 21، مود 10 1، لأنه الايدنتيتي في الاكسترنال هو عبارة عن 1 1. طيب كيف نوجد الآن الأوردر لخمسة وتسعة؟ العنصر معروف 5 و9 أس 1 ما بيساويش الايدنتيتي، بيساوي العنصر نفسه 5 و9، فلذلك بنرفع لأس 2، كأنه أس 2 عبارة عن العنصر في نفسه، ومنطبق كما عملنا حاصل الضرب لعنصرين طبقا للخطوة الأولى. نعم، فخمسة في خمسة 25، مود 8 اللي حيعطينا 1، وتسعة في تسعة 81، مود 10 بيعطينا 1. يعني وصلنا للايدنتيتي، اذا مباشرة الاوردر حيساوي 2. اما حتى نوجد الاوردر لسبعة وثلاثة، نرفع لأس 1 حيساوي نفسه، اذا مش الايدنتيتي، نرفع لأس 2 وبنعمل نفس الخطوة السابقة، نعمل ضرب حنصل ان هو العنصر 1 و9 مش الايدنتيتي. فالان نرفع لمين؟ لأس 3. ما رفعناش لأس 3، هو تلقائي لو رفعنا لأس 3 مش حيعطي الايدنتيتي، والسبب في ذلك احنا هيك بنستخدم لاجرانج ثيرم الموجودة في شابتر 7، لانه عدد عناصر الاكسترنال 16، فهيكون اي اوردر للإليمنت هو قاسم للاوردر للجروب، وثلاثة مش قاسم لل16، فلذلك بنرفعش حتى نسهل الخطوات، فمباشرة بنرفع لأس 4. لما نرفع لأس 4 بنستخدم الخطوة هي أس 2 السابقة، أس 2 اللي احنا حصلنا عليها 1 و9 و1 و9، نعمل ضرب طبقا للإجراءات السابقة، 1 في 1 يساوي 1 ومود 8، 9 في 9 81، مد 10 بيساوي 1. وصلنا الايدنتيتي، اذا الاوردر لسبعة وثلاثة بيساوي 4. هذا الامر يعني باستخدام التعريف، لكن حيكون في نظرية 8 1 بتسهل علينا كيفية ايجاد الاوردر لاي element في الاكسترنال. طيب example 4، find z2 plus z3. معروف العملية على الأولى عبارة عن جمع مود 2 والثانية جمع مود 3، ثم أوجد الأوردر لواحد وواحد. طيب هنا Z2 بها عنصرين وZ3 بها 3 عناصر، إذا الإكسترنال حيكون به 6 عناصر، وهي مسرودة بهذا الشكل 6 عناصر. نعم، وهي حتكون أبيليان. وفعلا حيكون في سؤال في 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 اخر الشابتر، اذا كانت جي و اتش ار ابيليان فبكون الاكسترنال ابيليان، وهذه علاقه اف اند اونلي اف، يعني جي اكسترنال مع اتش ابيليان اف اند اونلي اف جي اند اتش ار ابيليان، فهذه الجروب حتكون ابيليان جروب اوف اوردر 6. طيب حتى نوجد اللي هو الاوردر، وزي ما عرفنا هنا حيكون 6 عناصر، مستخدم نظرية لاجرانج، يعني نرفع لأس 1 حيعطينا هنا الأسس، حتكون معاملات لأنه الجروب كلها على عملية الجمع، حيعطينا 1 و1، 2 في 1 و1 يعني حيعطينا 2 مود 2 بيساوي 0، و2 مود 3 2 حيكون عنصر اللي هو 0 و2. هنا الايدنتيتي هو أول عنصر اللي هو 0 0، بنتوصل له، بنرفع لأس 3 أو المعامل 3 بنفس الفكرة، حنصل للعنصر 1 و0 مش الايدنتيتي. الآن ما بنرفع لأس 4 ولا أس 5، لأنه 4 و 5 ما بيقسم 6، بكون هيك يعني استخدمنا نظرية لاجرانج كما يعني حكينا في المثال السابق. كملاحظة لابد أن يكون الأوردر للإليمنت يقسم الأوردر للجروب، وأربعة وخمسة ما بيقسموا 6 اللي هي الأوردر
للي جروب الاكسترنال زد 2 اكسترنال مع زد 3. فلذلك بنضرب في 6 حنصل 6 مد 2 بيساوي 0، 6 مد 3 0، وصلنا للايدنتيتي بشكل كامل. اذا الاوردر ل 1 و1 بيساوي 6، وهو نفس الاوردر للجروب. يعني نستنتج انه زد 2 بلس زد 3 is cyclic، يعني كما حكينا في الشريحة السابقة انه الاوردر لواحد وواحد بيساوي 6. اذا حيكون زد 2 زد 3 cyclic، دائرية او دورية في اوردر 6. حيكون واحد وواحد عبارة عن احد الجينيريتورز، وبنقدر مازالها بها 6 عناصر، اذا ايزومورفيك تو زد 6. زد 6 فعلا، يعني 2 و3 هو حاصل ضربهم بيساوي 6. هل هذا الكلام بشكل عام لزد ان صحيح نعمل اكسترنال مع 2 جروبز؟ مثلا هل زد ام اكسترنال مع زد ان بيساوي زد ام في ان؟ هذا الكلام مش صحيح، is not true. وحيكون في نظرية، وقتاش بيكون هذا الكلام صحيح؟ في نظرية 8.2 في المحاضرة القادمة. هذا الكلام مش صحيح for all m وn يعني positive integers. وأقرب مثال لو أخذنا زد 2 بلس زد 2 لعناصرها حتكون بها 4 عناصر بهذا الشكل، والأوردرز للإليمنت لو أنت حاولت توجدهم حيكون أوردر للأيدنتيتي 1 والأوردرز لباقي العناصر 2، يعني ما فيش ولا عنصر له أوردر 4. إذا مش حتكون سايكليك، يعني مش حتكون زد 2 بلس زد 2 ايزومورفيك تو زد 4. هذا كلام مش صحيح. يعني الشرط الأساسي حتى يكون هناك ايزومورفيزم لابد أن يكون ريلاتيفلي برايم مع ام وان، وهذا الكلام حنعرفه لما ناخذ نظرية 8.2. طيب ناخذ مثال آخر. find U6 external مع Z4. الأولى عليها يعني ضرب موديولو 6 والثانية جمع موديولو 4، ثم أوجد الأوردر لخمسة وثلاثة. عناصرهم U6 بها عنصرين وZ4 بها أربع عناصر، إذا بيحصل عندي 8 عناصر في U6 external مع Z4 وهي مسرودة أمام هذا الشكل. الـ identity element هو 1 0، لأن 1 هو identity في U6 و0 هو identity في Z4، وأيضا هي أبيليان بها 8 عناصر. طيب حتى نوجد الأوردر لخمسة وثلاثة نرفع لأس 1 ما بيساويش الـ identity 1 0، إذا نرفع لأس 2. نرفع الأس 2 بهذا الشكل، لما نضرب العناصر اللي هو 5 3 في 5 3 يعني 5 في 5 حعطينا 25، مد 6 بيعطينا 1. طب هنا 3 و 3 لابد أن تكون جامع، لأنه زد 4 يعني هي العملية عليها جامع موديول 4. 3 و 3 6 مد 4 بيساوي 2. ما وصلنا الايدنتيتي، اذا نرفع لاس 4 ما نرفعش لاس 3، لانه 3 لا تقسم 8 الاوردر للاكسترنال طبقا لنظريه لاجرانج ثيرم الكورولاري والكورولاريز الموجودين عليها. اذا نرفع لاس 4 يعني عباره عن العنصر اس 2 في العنصر اس 2 اللي هو حيساوي 1 2 في 1 2. طب 1 في 1 مد 6 بيساوي 1، 2 زائد 2 يساوي 4 مد 4 0، وصلنا الايدنتيتي. اذا الاوردر للاليمنت 5 و 3 بيساوي 4. طيب الان خلينا ناخذ نظريه 8 1، وهي نظريه بتعني كيفيه ايجاد الاوردر لاي اليمنت في الاكسترنال دايركت برودكت. let j external مع h be the external direct product of the finite groups j و h. j و h لابد ان يكونوا finite group مش infinite.
إذن الـ order للـ element j و h هيساوي الـ least common multiple للـ two orders للـ elements للـ components الـ order للـ j والـ order لـ h. هذه النظرية تشبه نظرية أخذناها في شابتر 5 وهي الـ permutation groups least common multiple للـ two orders. يعني لما نخلص النظرية هنستخدمها في بعض الأمثلة. فلذلك خلينا نفرض انه S هو عبارة عن الـ least common multiple للـ two orders للـ components الـ order لـ J والـ order لـ H. إذا مباشرة ما زال هذا هو الـ least common multiple، إذا J الـ order للـ J يقسم S، وكذلك الـ order لـ H divides S يقسم S. الآن بنرفع للعنصر اللي هو الـ order pair أس S، نقدر نوزع هذا الكلام، يعني كأنه هذا مضروب في نفسه S من المرات، إذا حيكون عبارة عن J في J S من المرات، يعني حنصل J أس S H أس S. طيب هنا J الـ order لـ J يقسم S، إذا بنظريات موجودة في شابتر 4 حنصل إنه J أس S يساوي الـ identity، وكذلك H أس S هيساوي الـ identity في H اللي احنا سميناه E شرطة. الآن لو فرضنا إنه T هو الـ order للزوج المرتب J و H، إذا حنصل إنه T أقل أو يساوي S، لأنه لو فعلا S أعطانا الـ identity، إذا معروف الـ order هيكون أقل أو يساوي لأي positive integer آخر لو رفعنا للإليمنت وأعطى الـ identity طبقا لتعريف الـ order. طيب خلينا بطريقة ثانية، الآن لو رفعنا الـ element j و h أس t، ما هو الـ identity هيساوي الـ identity، وأيضا من تعريف الأسس هيعطينا J أس T H أس T بيساوي الـ identity، حنصل إنه كأنه J أس T بيساوي الـ identity و H أس T بيساوي الـ identity شرطة. من هذه الـ equations حنصل إنه الـ order للـ J divides at T، وكذلك الـ order لـ H divides T. طيب الـ order للـ J يقسم T والـ order لـ H يقسم T، هذا يعني إنه T عبارة عن common multiple للـ two integers اللي هما الـ order للـ J والـ order لـ H، ومعروف إنه أي least common multiple حيكون أقل أو يساوي أي common multiple least اللي هو الـ S، حيكون أقل أو يساوي أي common multiple، يعني S أقل أو يساوي T من 1 و 2 حنصل إنه T بيساوي S، يعني حيكون الـ order للزوج المرتب اللي هو J و H حيساوي الـ least common multiples للـ components. أيضا ممكن نعمم هذه النظرية كالتالي، لو كان يعني N tuples كـ order pair، N tuple order pair من J1 ل JN موجود في الاكسترنال لفاينايت جروبز، لابد ان يكون فاينايت جروبز، حيكون هذا الاوردر له بيساوي الليست كومون مالتيبلز ليست كومون مالتيبل للكومبوننت. نعم خلينا ناخذ امثله كيف نطبق نظريه الاوردر واللي هو والتعميم اللي عليها. طيب الآن عندنا جروب هي زد 12 وزد external مع زد 18، أوجد الأوردر للعنصر 2 و 2 والعنصر 8 و 15. أول حاجة بنوجد الأوردرز للكومبوننتس. طيب في ممكن مباشرة نوجد الأوردر للتنين في زد 12 هيساوي 6 من التعريف، لو رفعنا أو ضربنا يعني من 1 ل 6 حنصل إنه الأوردر للتنين بيساوي 6 في زد 12، وكذلك في زد 18 الاوردر للتنين الثانية بيساوي 9. إذا نطبق الآن نظرية الاوردر، الاوردر للتنين و2 بيساوي الليست كومون مالتيبل
لا 2 و2 يعني الليست كومون مالتيبل ل 2 و9 او 6 و9. واحنا عرفنا كيف نوجد الليست كومون مالتيبل، نعمل برايم فاكتورايزيشن ل 6 و9 هذا الشكل، ثم بناخذ اللي هو جميع الاساسات لاكبر اس لاي اساس في الكومبوننت. يعني هنا حيكون 2 والثلاثة أكبر أس 3 حيكون 2، يعني 2 أس 1 في 3 أس 2 اللي حيساوي 18. يعني شوف إحنا استخدمنا النظرية وصلنا الأوردر بيساوي 18. لو إحنا بنستخدم اللي هو عملية، لو إحنا بنستخدم التعريف حيكون الأمر شاق ويأخذ جهد كثير. طيب الإليمنت الثاني الاوردر للثمانية، ممكن نستخدم نظريات السايكليك لانه زد 12 سايكليك، كالتالي 12 على جريس كومن ديفايزر 12 و8 هيساوي 12 على 4 بيساوي 3، وكذلك الاوردر ل 15 في زد 18 بيساوي 18 على جريس كومن ديفايزر 18 و15 هيساوي 6. يعني هيكون اللي هو الاوردر لل 8 و15 بيساوي ليست كومن مالتيبل للتو اوردرز هيساوي الليست كومون مالتيبل ل3 و6. طب ما هي 3 اقسم 6، اذا الليست كومون مالتيبل بيساوي 6، اذا الاوردر ل8 و15 بيساوي 6. طب خلينا ناخذ مثال اخر، فايند ذا هايست اوردر فور اليمنتس، اعلى رتبه للعناصر في الجروب اللي امامك اللي هو زد 10 اكسترنال مع زد 14 زائد اكسترنال مع زد 24. طيب اعلى كل واحدة لحالها سايكليك، كل واحدة لحالها سايكليك، اذا اعلى رتبة في اول واحدة 10، واعلى رتبة في الثانية 14، واعلى رتبة في الاخيرة 24. اذا اعلى رتبة للعناصر كان باخذ الليست كومون مالتيبل ل10 و14 و24 بنفس الفكرة، نوجد الليست كومون مالتيبل يعني هيساوي 840. نعمل برايم فاكتورايزيشن ثم بناخذ جميع الاساسات لاكبر اس في الكومبوننت. اكزامبل 8، ديترماين ذا نمبر اوف اليمنتس اوف اوردر 5، اوجد هو عدد العناصر اللي لهم رتبه 5 في زد 25 اكسترنال مع زد 5. حتى نوجد، افترض انه جي هي الاكسترنال، افترض انه العنصر A و B موجود في J، حيث الاوردر ل A و B بيساوي 5. اذا بنظرية 8 حيكون الاوردر للعنصر A و B يساوي least common multiple للكومبوننت يساوي 5. اذا متى يكون least common multiple ل الاوردر لل A والاوردر B 5؟ حيكون عندنا ثلاث خيارات، اما الاوردر لل A بيساوي 5 والاوردر ل B بيساوي 5، وهذا الكلام اكزيست، يعني بلاقي عنصر زد 25 الاوردر 5، وهنا عنصر B في زد 5 الاوردر 5. طيب الاولى سايكليك كم عنصر بها الاوردر 5 بنطبق نظريات السايكليك؟ اللي هو حيكون فايل 5 بيساوي 4، وكذلك الثانية فايل 5 بيساوي 4. إذا حكون في عندي أربع خيارات لـ A وأربع خيارات لـ B، عناصر مختلفة. طب لما نعمل كروس برودكت مع أربع عناصر هنا وأربع عناصر هنا بيعطيني 16 عنصر of order 5 in J. نكمل الخيارات الأخرى في الشريحة التالية. كيس 2، بلاقي ممكن ألاقي إنه الأوردر 5 الأوردر بيساوي 1 لـ B، وايضا هذا بيساوي الليست كومن مالتيبل بيساوي 5. اذا الاولى حيكون فيها فاي 5 بيساوي 4 عناصر، والثاني فاي 1 بيساوي 1، يعني 4 عناصر هنا وعنصر 1 بيعطي 4 عناصر في الاكسترنال اوف اوردر 5. طيب اخر خيار، ممكن ان يكون الاوردر للاي بيساوي 1 والاوردر للبي بيساوي 5. إذا بنطبق نظريات السايكليك، فايل 1 في فايل 5 بيساوي 1 في 4 بيساوي 4 عناصر. إذا هنا في 4 عناصر في أوردر 5،
إذا في الثلاث خيارات بنجمع العناصر الواردة الخمسة حيكون 16 زائد 4 زائد 4، يعني في عندي 24 عنصر of order 5 in the external، يوجد بها 24 عنصرا. طيب المثال التالي: determine the number of cyclic groups of order 10، بده عدد السايكليك سابي جروبز اوف اوردر 10 ان زد 100 اكسترنال مع زد 25. طب معروف اي سايكليك جروب اوف اوردر 10 الها اللي هو 4 جنريتورز اللي هو فايل 10 يساوي 4. اذا اول خطوه فيرست نوجد اللي هو جميع العناصر اوف اوردر 10 في الاكسترنال، يعني بنعمل اول خطوه سباقيه كالمثال السابق ومثال 8، يعني نفترض عنصر A و B ان J له اوردر بيساوي 10. اذا بنظريه 8 1 حيكون اوردر ل A و B بيساوي ليست كون مالتيبل للكومبوننت بيساوي 10. طيب هنا على افتراض انه ليست كون مالتيبل متى يكون بيساوي 10؟ واضحه في الجدول الامامك انه choices for the order A choices for order B، يعني لابد ان يكون لاي خيار اللي هو في الجدول بشكل رأسي هو بيساوي اللي هو least common multiple بيساوي 10، لكن مش كل الخيارات exist. باللون الاحمر هي exist لانه هنا مثلا بلاقيش مثلا لبي 10 في order 10 في زد 25 لذلك استثنيناها، يعني لابد ان يكون في الخيار الاوردر للبي يكون اود، يعني يقسم ال 25 زي مثلا التنين ما بتقسمش ال 25، فلذلك فبكون الخيارات اما حيكون 10 و5 10 و1 و2 و5، وبنعمل زي الخطوه السابقه. اذا كيس 1 حيعطينا فايل 4 في فايل 4، يعني 4 عناصر لـ A و 4 عناصر لـ B، يعني بيعطيني 16 عنصر في order 10 in J. الخيار الثاني فايل 10 وفايل 1، فايل 10 بيساوي 4 فايل 1 1، يعني في 4 عناصر. الخيار الثالث الاوردر للـ A بيساوي 2 والاوردر للـ B بيساوي 5 وايضا هو exist. اذا فايل 2 في فايل 5 فايل 2 بيساوي 1. الاويلر فاي فانكشن، فاي نذكر هنا الفاي يعني الاويلر فاي فانكشن، يعني حيكون عندنا 1 في 4 في عندنا 4 عناصر في اوردر 10 ان جي، يعني نجمع هنا العناصر حيكون 16 و4 و4 حيعطينا 24 عنصرا، 24 عنصر في اوردر 10. طب الان نرجع، كل سب جروب في اوردر 10 هاز فايل 10 يساوي 4 عناصر اوف اليمنتس اوف اوردر 10 از جنريتورز، بلاقيش تو جروبز إلهم نفس العناصر. And no two of the cyclic subgroups can have an element of order 10 in common. يعني فيش عنصر مشترك لأنه هذا بخل في شرط الجنريتور. فلذلك كل أربع عناصر بنوزعهم في جروب. يعني بنوزع اللي هو ال 24 أربعات، يعني بنقسم على أربعة. حيعطينا 6 أربعات، يعني 6 cyclic subgroups of order 10 in the external اللي هو زد 100 بلس زد 25، بكون هيك احنا حلينا مثال 9. آخر مثال: find a subgroup of زد 30 external مع زد 12 isomorphic to زد 6 external مع زد 4. حتى نعمل صاب جروب، يعني بدي هنا من زد 30 صاب جروب اوف اوردر 6 ومن زد 12 بدي صاب جروب اوف اوردر 4. يعني بنطبق نظريات السايكل اللي اخذتوها في شابتر 4، بنخلي اتش هي او يعني اتش اوف اوردر 6 ان زد 30 وكي صاب جروب اوف اوردر 4 ان زد 12، اللي هي حتكون نطبق نظرية السايكليك 30 على 6 بتساوي اللي هي 5 the group generated by 5 in Z 30، اللي هي حتكون كالتالي 0 5 10 15 20 25.
اما K اللي هي 12 على 4 3 جنريتور اللي هي حتكون بها 4 عناصر 0 3 6 9 حتكون صاب جروب من زد 12. اذا H و K حيكون فعلا يعني الاولى بها حيكون سايكليك بها حيكون ايزومورفيك تو زد 6 و K سايكليك اوف اوردر 4. اذا فعليا حيكون H external مع K اللي هي the set generated by او the subgroup generated by 5 external مع subgroup generated by 3 اللي هي حتكون فعلا isomorphic to Z6 external مع Z4. بكون هيك احنا حلينا يعني اخر مثال. بكون هيك احنا انتهينا من المحاضرة الاولى في الاكسترنال دايركت برودكت من شابتر 8. نشكر لكم حسن استماعكم، اتمنى لكم التوفيق ولمحاضرة اخرى من شابتر 8، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.